تعهد وفد المعارضة السورية بعدم مغادرة الجولة السادسة من مباحثات السلام غير المباشرة في جنيف التي انطلقت أمس، مبدياً استعداده لعقد مباحثات مباشرة. وأكد المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للتفاوض سالم المصلط أن وفد المعارضة بحث مع الوسيط الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا موضوع الدستور والمعتقلين في سجون الأسد. هذا وأفادت الأنباء بأن قضية الدستور التي تشكل واحدة من السلال الأربع يتم طرحها بالتفصيل، وأن ديمستورا يقترح ديناميكية جديدة للتوصل إلى تفاهم حول هذه النقطة. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن 4 كيلومترات فقط باتت تفصيلهم عن مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا. وقال متحدث باسم تلك القوات إنها حررت 5 قرى منذ أمس الأول، وأصبحت قريبة من تطويق مدينة الرقة من الجهتين الشرقية والشمالية. أجرى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان محادثات في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. كما استعرض الطرفان المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، وأهم الأفكار والحلول الدبلوماسية المطروحة لهذه الأزمات، ورؤية البلدين إزاء الأخطار والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط. نفى البيت الأبيض الأنباء عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي إنهاء التحقيقات التي يجريها المكتب والمتعلقة بمستشار ترامب السابق لشؤون الأمن القومي الأمريكي مايكل فالون. وقال البيت الأبيض في بيان له إن التقارير التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية لم تقدم ما وصفها بالصورة الحقيقية والدقيقة عن المحادثة التي جرت بين ترامب وكومي. أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن واشنطن وبكين تعملان معاً في مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. وأكدت السفيرة الأمريكية أن واشنطن مستعدة للتباحث مع كوريا الشمالية شرط الوقف التام للنشاط النووي ولأية تجربة صاروخية نووية جديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.